إذا مشاهدينا، الآن مع بدء العد التنازلي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة الأربعاء المقبل، تتعاظم مشاعر القلق لدى طلبة التوجيه وعائلاتهم، وهو ما دفع تربويين للتنبيه إلى أهمية تهيئة الطلبة من قبل ذويهم لتقبل النتائج سواء كانت على قدر التوقعات أو أقل منها. وللحديث عن هذا المحور نرحب بالمستشار والخبير التربوي الأستاذ فيصل تايه. صباح الخير أستاذ فيصل. أسعد الله صباحكم سيدتي بكل الخير، وتحياتي لك وللقائمين على قناة رؤيا. شكرا جزيلا لك. ولكافة المشاهدين والمتابعين الكرام، وأشكركم على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا لك، صباحك سعيد أستاذ. الآن أستاذ، نعلم بأن وزارة التربية والتعليم فعليا كانت قد حددت يوم الأربعاء القادم لإعلان النتائج، والانتظار بشكل عام صعب أكيد على الطلبة وذويهم، لذا ألا تعتقد بأن هذا الموعد طال انتظاره؟ نعم، يعني أشكرك على طرح هذا الموضوع الهام حديث الساعة. وبداية دعيني أقول أننا جميعا نترقب بشوق وشغف كبير نتائج الثانوية العامة والتي ستكون محط أنظار واهتمام الجميع. وكما نعلم وكما تفضلت أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أشارت في بيانها أنها سوف تعلن مساء يوم بعد غد الأربعاء النتائج، وبذلك صدقت الوعد. ليأتي جوهر الإنجاز لتكون أو لنكون جميعا على موعد مع الفرح بإذن الله تعالى بنجاح فلذات أكبادنا، متمنين لأبنائنا الطلبة جميعا أن يحالفهم الحظ بالنجاح والتوفيق. يعني فما كان ذلك إلا يعني استحقاق لأبنائنا لمثابرتهم وجدهم وتعابهم، حيث أنهم خاضوا التجربة، تجربة الامتحانات، هم وعائلاتهم بكل همة ومسؤولية. وفي هذا المقام وعبر قناتكم يجب أن نقدر عاليا يعني صوابية الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم من إجراءات فنية وإجراءات إدارية التي ضمنت يعني أكيد جوا امتحانيا آمنا ساده الطمأنينة والراحة، حفاظا على المصداقية والعدالة والمساواة لأبنائنا يعني الطلبة رغم الكثير من التحديات. وأنت تعلمين سيدتي أن وزارة التربية والتعليم تصدر هذه النتائج كل عام في موعدها المقرر، فهي تسعى دائما في متابعات جادة لإتاحة الوقت الكافي للمراجعة والتدقيق في النتائج لتخرج بالصورة المؤملة النهائية ودون ما إرباك في وقتها وزمانها. وهنا ومن خلال قناتكم الموقرة دعوني أوجه رسالة شكر وامتنان لكافة الذين عملوا في هذا الفعل الوطني مقدرين جهودهم في ذلك. نعم أستاذ فيصل، الآن يعني ربما ستكون النتائج ثقيلة على الطلبة الذين لم تتماشى النتائج مع توقعاتهم أو على من لم يحالفهم الحظ. ما هي الرسالة التي تبعثها لأولياء الأمور حول التصرف السليم لدى تلقي النتائج مهما كانت؟ سيدتي، أنا أعتقد أن النتيجة قد لا ترضي أيضا بعض الطلبة الناجحين. في الحقيقة هذا السؤال مهم جدا، طريقة التعامل مع النتيجة، حيث نعي تماما كأسر وكأولياء أمور أن المقلق الآن هو فترة انتظار صدور النتائج وإعلانها، حيث الأجواء الأسرية بتكون مشحونة وفي حالة ترقب وتوتر وشغف. وكما نعلم أن الكثير من الأهالي يعني يعقدون مصير أبنائهم ومستقبلهم وتعليقه على نتيجة هذا الامتحان، حيث تمثل هذه النتيجة علامة فارقة في حياتهم. أنا أقول أن جزء كبير من تقبل الطالب لنتيجته هو الحالة الإيجابية التي يمكن أن تسود وسط الأسرة، كما وأن جزء كبير من التوتر عند الطالب يعود سببه للأهل. وأنا هنا أخاطب يعني السيدات والسادة أولياء الأمور أن يكونوا إيجابيين مع أبنائهم بغض النظر عن النتيجة، فالطالب يعني عمل كل ما بوسعه وقدم ما لديه، وبذلك يجب أن نراعي نفسية الطالب، والطالب بحد هو بنفسه يحب أن يشعر بحجم الإنجاز الذي قدمه بغض النظر عن المعدل والنتيجة. لذلك فالمطلوب هو التعامل مع الطالب بنوع من الثقة وإعطاءه مساحة كافية لتعزيز ثقته بنفسه. إذا أنا يعني أدعو أولياء الأمور أن يتعاملوا مع النتائج بواقعية وباتزان، وأن يكونوا أكثر تحكم في ردود أفعالهم بحيث لا يدعو
او لا يعني لا يعني يدعوا يعني فرصه لمشاعرهم الداخليه ان تسيطر على تعاملاتهم، وان يظهروا التقدير للضغط الذي يقع على ابنائهم. فمن المهم يعني عدم التركيز على معدل الابناء وتجاهل جهودهم خلال فتره الامتحانات وتعبهم وسهرهم. لذلك على الاباء والامهات التخلي عن فكره تحقيق احلامهم في اولادهم، لا بل يكونوا داعمين لهم طوال الوقت. الطلاب الان بحاجه الى رفع درجه ثقتهم بانفسهم بانتظار النتيجه على احر من الجمر، حيث وكما نعلم يعني تعتريهم تخوفات وتعتريهم توجسات حول كيفيه مواجهه مجتمع المعارف والاقارب، خاصه اذا كانت معدلاتهم تخالف توقعاتهم وتوقعات اهاليهم. وكما نعلم جميعا ان هذه الظاهره موجوده في مجتمعنا، وللاسف اصبح هذا الشيء يشكل تنافسا اسريا بين الطالب وابن عمه وابن خاله وما الى ذلك، بدون مراعاه للفروق الفرديه لمستويات طلابنا. كما يعني اصبح معدل الليبل في التوجيهي هو معيار للتباهي دون الاثبات الى قدرات الطالب الحقيقيه. ودعوني يعني في هذا او في هذه المقابله اوجه مره اخرى رساله صريحه الى اولياء الامور، ادعوهم فيها بعدم التفكير بقلق كبير مبالغ فيه، لانه هذا الشكل يعني يسبب حاله من الضغط والقلق والتوتر، يشعر الابناء وكانهم لم يحققوا شيء. فلذلك اقول لهم ارحموا ابنائكم، وحتى بعد اعلان النتائج مهما كانت حيث تقع مسؤوليه يعني تقبل النتيجه على عاتق الجميع، الاب، الاخت، الاخ، الخال، فالطلبه بحاجه الى لاشعارهم بانهم بان نتيجه الامتحان هي ثمره جهدهم وتعبهم. فارجو ان يبتعدوا عن مظاهر الغضب واللوم ويعني اجراء المقارنات، فكل هذه السلوكات تدفع الابناء للاحباط والغضب. واما فيما يتعلق بطرح ما بدايه ما تفضلت به وبالنسبه للطلاب وهم محور الاهتمام، فاني ادعو كل طالب البعد عن المبالغه في الفرح لمن طبعا سيحالفهم الحظ بالنجاح. نعم نعم استاذ فيصل، عند هذه النقطه بالتحديد اسمح لي استاذ فيصل. نعم عند هذه النقطه استاذ فيصل، او من لم يحصلوا على معدلات صحيح استاذ فيصل، بعدم المبالغه في الحزن ايضا، فهذه النتيجه ليست نهايه المطاف ودورة الحياة يعني لم تنتهي ولن تنتهي. أستاذ فيصل اسمح لي، عند نقطة الفرح والاحتفال بالنجاح، يعني الفرح حق للجميع خاصة عند النجاح، والفرحة كما نقول معدية، ولكن هنالك مظاهر للفرح قد تكون غير محبذة والتي تتسم بالصخب، ما هو تعليقك عليها وما هي النصائح التي توجهها؟ نعم سيدتي، يعني هذه الفرحة فرحة للجميع، والعرس عرسنا جميعا وعرس وطني بامتياز، فيحق لهم الفرح وإطلاق الزغاريد والاحتفال بطريقة حضارية وآمنة في التعبير عن ذلك. وطبعا نتمنى من الجميع الالتزام بتعليمات الجهات الأمنية، حيث أن هناك جملة من الإجراءات والخطط الأمنية والمرورية المشددة بالتزامن مع إعلان النتائج حفاظا على سلامة المواطنين. وطبعا كما سمعنا وكما أعلنت مديرية الأمن العام أن هناك يعني تكثيف أمني في كافة المحافظات لضبط المخالفات المرورية الخطرة المرتبطة بالتعبير الخاطئ عن الفرح، وكذلك متابعة ومراقبة إطلاق العيارات النارية وأيضا ملاحقة مرتكبيها. يعني رسالة أخيرة، أن الطالب الذي أخفق لديه الآن يعني فرصة للتقدم للدورة التكميلية في الفترة القادمة. مسك الختام، أود أن أوجه رسالة إلى أبنائنا الطلاب، مبروك لمن سينجح وهارد لك لمن لم يحالفهم الحظ. شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل. اسمح لي الآن أن أختتم حوارنا هذا بسؤال بسيط وعلى عجالة، ما هي النصائح التي تقدمها للطلبة المقبلين على الحياة الجامعية وكيف يباشرون باختيار تخصصاتهم؟ يعني سيدتي اسمحي لي أن يعني أوجه أبنائي الطلبة إلى اختيار التخصصات التي يحتاجها الوطن. لا نريد أن نبتعد عن التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي، وزميلنا الأخ مهند الخطيب قبل البارحة تحدث في هذا الخصوص تحديدا وقال بأن هناك بعض التخصصات الراكدة التي لا يمكن أن نسمح بالقبول فيها. الآن موقع وزارة التعليم العالي متاح، يمكن للطلبة الاطلاع على أهم التخصصات
التي يمكن ان يعني يتقدموا لها، وايضا موقع ديوان الخدمه المدنيه يعني كان قد اعلن في حوار قبل يومين ديوان الخدمه المدنيه ان التخصصات الراكده هي التخصصات التي لا يمكن القبول فيها ولا يمكن ان نتجه نحوها، لذلك انا ادعو جميع الطلبه الى اختيار التخصصات المطلوبه لسوق العمل في الفتره القادمه والتخصصات التي يحتاجها الوطن، متمني لهم التوفيق والنجاح. بالفعل استاذ فيصل هذا ما نتمناه، يعني هم بذلوا جهودا جباره وعسى ان تكون النتائج، يعني عسى ان تؤتي هذه الجهود اكلها من خلال النتائج المرضيه للجميع، ويعني ان يزدهر الوطن بنجاح هؤلاء الشباب والشابات في الثانويه العامه. المستشار والخبير التربوي الاستاذ فيصل تايه كنت معنا عبر الهاتف في هذا الصباح، شكرا جزيلا لك.